نبدأ الآن بالقسم الأول الأربع المسائل المهمة. مسائل مهمة أربعة. هذه المسائل الأربعة مجموعة في سورة العصر. أولا لابد نتعلم. ثم إذا تعلمنا لابد أن نعمل بالعلم. ولا بد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. ثم بعد هذا نصبر أولا على طلب العلم. ثم نصبر على العمل. ونصبر على الدعوة. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله أجبنا عن أسئلة القبر. إذا مسائل أربعة. أولا لابد نتعلم. تريد تصلي؟ الصلاة حرام حتى تتعلم كيف تصلي. تريد تصوم؟ الصوم عليك حرام حتى تتعلم كيفية الصيام. تعلمت وعملت؟ ماذا تصنع؟ لا بد أن تدعو إلى هذا الذي تعلمت وعملت به. يا أخواننا، الناس الآن ينظرون إليكم أنتم أهل الإسلام، يريد يعرف ما هو الإسلام. أنت لا تفتي، لا تتكلم بما لا تعرف. الذي تثق منه 100% هذا علم الناس، لا تزيد. إذن لابد أن ندعو إلى الإسلام، ولابد أن نصبر. أولا تصبر على طلب العلم، وتصبر على العمل. الآن مثلا الصلاة مثلا في أوقات قد تكون صعبة أو بعيد المسجد أو حر شديد، تصبر على العمل. وتصبر على الدعوة. ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر. كل إنسان خاسر إلا الذي يأتي بهذه الأربع. تريد الربح والخسارة. تريد الربح تأتي بهذه الأربع أشياء.